السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ازيك حضرتك مصطفى؟ الحمد لله. من فضلك حط حكم التعامل على فودافون كاش، لكن بالتفصيل اذا تكرمت. بالتفصيل؟ لو تكرمت عشان والله التفصيل يصعب علي لاني لا استطيع حصر الصور كلها، لكن عموما التعامل بالفودافون كاش يرسل لك رسالة ويأخذ عمولة التوصيل لا بأس، لكن تفاصيل طويلة ما أستطيع، عايز محاضرة. تمام. إن شاء الله نجيب واحد من العاملين في البنوك معنا نستضيفه ليلة ويوضح لنا كل صور الفودافون كاش ونعلق عليها بإذن الله إن شاء الله. يريد والله يا شيخ. بإذنك يا رب. الصور المستحدثة كلها في التعاملات البنكية التي هي أخذ وعطاء يعني. لا دلوقتي يعني خدمة على مستوى مصر كلها يعني معظم إن شاء الله بإذنك يا رب. وإذا عرفت لنا واحد صالح بيشتغل في هذا الاتجاه رشحه لنا إن شاء الله نستضيفه ونناقش ونطرح الأسئلة. تفضل. إن شاء الله. مع السلامة يا حبيبي.